دوري غير دوري شوي. لا انا ما فاتش عنديش انا مع الباشا. السلام عليكم متابعينا الكرام، متابعي جريدة عبير الأوفياء. فكيف ما شفتوا في العنوان، احنا اليوم مع هاد السيدة هادي، من إحدى السيدات اللي كتعاني مع قهر الزمان. هاد السيدة مسكينة كانت كما تنقولوا بالدارجة ترقعت الحال ديالها، وكانت عايشة في واحد الدار هي والابن ديالها، يعني مستورين من البرد والشتاء. وما أدراكم ما هاد الأشهر هادي، شهر 12 واحد جوج، كيفاش كتكون البرد والشتاء. وراه داز واحد شوية منها وشتو هاد الحالة هادي. هذاك الشيء اللي داز اللي كنا حنا كنسمعوه حنا داخل المنازل ديالنا، وفي بعض الأحيان كنستمتعوا به، كنسمعوا داك القطرات ديال الشتا وداك الصوت ديالها، وكيعجبنا الحال. فهاد السيده هادي راه كانت فيه، يعني راه عاشت داك الشيء مباشره. داك الشيء كان تينزل عليها مع الاسف الشديد، كيف ما كتشوفوا يعني هاد المكان، هاد الجرده هادي اللي حنا كنصوروا فيها في جانب واحد المسجد هنايا في مدينه سلا. فهي هادي هنا كتنعس الوليد ديالها، هنا فيه كدوز الليل والنهار ديالها. على كل حال، القصه ديالها كامله، شنو وقع حتى خرجت للشارع، شنو وقع حتى ولات كتعاني، شنو وقع عليها في الدار، شكون اللي دالها رزقها، شكون اللي سبب انها تخرج لهنا. هذا الشيء هو اللي غادي تعاودوا لنا اليوم. فتفضلي، ها هما الناس كيشوفوا فيك على المباشر، عاودي لنا القصه ديالك باش الناس يعرفوا شنو اللي خلاك تخرجي للشارع ومالك. تفضلي. السلام عليكم، الله يرحم لكم والدين. تنعاود لكم المشاكل ديالي. انا كنت نعس في الاول هنا، في الاول قبل ما نكري كنت نعس هنايا، وكنت نقابل مع الناس هنا وداك الشيء، وكل واحد اللي عطاني اللي قسم الله. انا وادم وصوفيا، صوفيا مشات الخيريه داو لي شي ناس الخيريه، بقى معايا غير ادم. هادو وليدات ديالك؟ هادو وليدات ديالي، عندي واحد بحدا في الخيريه لحد الان ما تنشوفهاش، داو لي شي ناس ما عرفتش فين كاينه بعدا اصلا. ومعايا دابا ادم، ادم ولدي صوفيا وادم اللي كبرتهم. دابا ملي مشيت، ملي جمعت واحد الفلوس دياولي، ماشي عطاهم لي شي واحد، دياولي جمعتهم من رزقي، ضربت انا تماره و تانايا صيقت، ما خليت ما درت في ديك الفلوس، تقريبا شي مليون اللي جمعتها تربي تشبت من الدعم ديال الملك وكورونا وداك الشيء، والناس يتعاطفوا هذاك انت عارف داك الشيء. صافي وانا مشيت كريت ما داك في كورونا، يمشي يقولوا دخلوا دخلوا، ما تيبقى حتى واحد في الزنقه، يعني الا بقيتي في الزنقه تيدك المخزن. صافي ديك الساعه مشيت كريت انايا، يعني ملي كريت في هاد الدار هادي هما يسرقوني، هي هادي ديال المنتخب باش كانوا ربحوا، مشيت تابعهم انا فرحانه معاهم، واخا ما تنزيدش نزيد مريضه شي شويه، وتبعتهم جيت ندخل لقيت الفلوس تسرقوا لي، دايرهم في المخده حمراء، وهاديك المخده باقا حدي الان دابا عندي، وبحال غنحماق. مشيت عند البوليس قالوا لي خصك تكون عندك كاميرا، وانا عندي ساكنه بواحد البيت صغير، ما عندي لا فراش لا والو، ينفرش داك الشيء على قد الحال. وهاديك الفلوس كنت بغيت غير نرهن بيهم، كنت نجمع زعما، انا بغيت بحال الناس، انا بغيت نعيش انا بحال الناس، بغيت غير نرهن انا شي محل زوين اللي يبغي لي خاطري، ونحيد من ديك الخربه. ولدي ندخلو المدرسة حيت خرج من المدرسة، بغيت أنايا نعيش بحالي بحال الناس، وناكل أنا بحالي بحال الناس، واخا ما تنعيد، واخا ما داكشي مهم، الحمد لله تيعطيونا الناس ديك شوية الحيمات، وغادي تندورو نتبرى. ملي ملقيتش الفلوس وهي دق عليا، دقات عليا واحد السيدة ساكنة حدايا، هي اللي مكلفينا حيت هو موضوع مشدود، هي داك اللي مكلفينا، قالتلي عطيني فلوس الموضوع، وأنا تبعت واحد الثلاجة غير صغيورة قدا هكا كنشاريها، بعتها باش خلص لي من الموضوع، باقي تيسالوني الموضوع. صافي هي هاديك قالي انا ما عندك باش تخلصي، خرجي بحالك، صافي ما عندك حتى حاجة، بعتي حوايجك ما عندك حتى حاجة، 4000 ريال اللي بعتها داكشي انا عندي، هي ثلاجة صغيورة بعتها، وخرجت انا ولدي هي باش ناكلو منها وتنشربو منها ديك الفلوس اللي بعت بيهم هاديك الثلاجة. صافي وعطيتهم باش فلوس الموضوع، وخرجت انا ولدي الزنقة. ودابا انا تنعس في الزنقه، تيجوني الشمكاره بالليل، تيجوني الشمكاره، وتنخاف من ولدي صغير اللي يختصبوه ليا، وتيجوني حتى انا تيبغيو
تيبغيو تعداو عليا هنايا وسكرانين مقاش مقرقب، تيبغيو تعداو عليا وتيسحبوا عندي الفلوس وانا ما عندي والو. انا تنضري بصاكي عندي هاد السويك وانا مريضه باش هما كما تشوفوا معدوره. الله يجازيكم بالخير. واد البردو الشتا كي تديري معاه؟ هاد البردو الشتا يتصب الشتا تنبقى هنايا تنضرق فشي بلايصه ولا تنبقى واقفه تنبقى جالسه هنايا. شتي هاد البردو الشتا كامل دوزتو غير هنايا لا تقليدي هنا وين تدوزتو غير هنايا. البرد والشتا هاد البرد هذا اللي داز دابا قاصح والبرد تيطير والشجر تيمشي ويجي وانا هنايا في هاد البلاصه جالسه. كنعرفو دابا جاي شهر واحد وجوج وانتي كتعرفي شهر واحد وجوج بالبرد كي تيكون. البرد وتنبقى فيه تنبقى في البرد ما كاينش اللي تيرحمني. انا هنايا تنبقى نطلب لي شي واحد تنقول له عطيني ناكل ما تيعطوني لا ناكل لا والو حتى الماكله ما تيعطيوهاش ليا والله ما تناكل. واخا الله قليل بعد المرات يعطيوك هذيك خبيزه ولا جوج ولا درهم ولا هادي صافي. دابا كيفاش غنجمع الفلوس ما عنديش كيفاش غنجمعهم. انا يا هاد المبلغ اللي مشى ليا مرضت فيه ودخل لي الاكتئاب ومرضت بزاف. يعني دوك الفلوس اللي جمعتي باش هذاك الشيء اللي جمعت من رزقي ماشي صيفطهم ليا شي واحد ولا جمعتهم ديالي. ومرض دابا نفسيا ومرضت على ريالاتي وتنتفكر فلوسي وتنتفكر ولدي. دابا انا ما بقى ليا والو فلوس مشاو وربي غادي يعوضهم ليا وغيخلف ليا الله. هذا الشيء اللي تنقول يعني اللي دالك هاد الفلوس ما راهاش الحاله ديالك ما بقيتيش فيه. ما راهاش لي عيت من عيت من ندعي والو تنقول شي نهار شي واحد يحل قلبو ديالي يحل قلبو ويقول هذيك السيده تنعسي في الزنقه ندوي لها فلوسها وما كاينش خلو بالرحمه. انا بعدا جفرت من هاد المغرب وجفرت من كل شيء. انا مابقيتش نحمل حتى حاجه انا راسي دابا ما بقيتش نحملو. ولدي دابا اللي بقى لي تنقول صافي غيضيع عليا ولدي تيقول انا ولدي صافي غادي شي نهار ما لقاش حتى ولدي عاوتاني ما لقاش. انا ولدي دابا ضايع هو ولدي معايا كان معايا ومريض بالضرسه وفمو كله مسوس كله ومسكين صابر حكم الله. والصباح جبت ليه مسكينه خبيزه وفرقها معايا ومشى داعم. قلت لي فين غادي وباس لي راسي وزاد قال لي عنده 14 عام قال لي امي انا دابا نجي عندك نشوف خليني نمشي ندي عمي مرض تبقى جالس مرض. من هذا الشيء تيأثر عليه؟ تيأثر عليه دابا انا ولدي مأثر عليه. انا كون كان دابا يجي راه ما يبغيش يتصور معايا مأثر عليه نفسيا. ولدي ضعاف راه عنده 14 سنة ما تيقراش خرج من القراية ما هي الشكارة ديالو الكتوبة ديالو كلهم خشبتو ليا والله ما بقى تيقرا. ولدي مرض نفسيا مسكين مرض نفسيا مرض نفسيا في الزنقة وتيقول لي شي نهار امي شي نهار انا غادي نزيد من هنايا نمشي شي بلاصة ولا تنخاف يمشي يتشمكر ليا ولا يمشي مع دوك يضربوا الوجه. وليت خايفة بزاف ديال الحوايج. يعني ما حيلش كل هاد العيشة ما حيلش الوليد ديالك؟ ما حيلش هاد العيشة دابا هي ديال الزنقة تنعسو غير هنايا بعض المرات والله إلا نعس غير هنايا. وخايفة حتى من ولدي إلا وقع لي شي حاجة. ولدي أصلا مريض مريض مرض ليا نفسيا حتى هو مريض. وهذا الشيء اللي كاين وانا راه انا راه الله يحسن العوان. انا بغيت غير باش نكري ايه هذا الشهر انا ما تنطلب من الناس ايه هذا الشهر هذا ونمشي نترزق الله ونبقى عاوتاني ندير بشويه عاوتاني مره 1000 فرانك مره 100 مره انا هذا ونبقى نحط في الصنيديقه تنجمع عاوتاني فلوس الشهر الاخر. والكرا راه خايب الكرا بالنسبه اللي ما عندوش المحل. هذه راه تنقولها اللي ما عندوش المحل راه حياته كلها واخا نكري انا غتصيفطوا ليا ولا عطيتوني الله يجازيكم بالخير ما عطيتونيش واخا غنكري غنمشي شي دار اخرى غيوقع ليا نفس المشكل حيت لا ما عنديش المحل. انا كون كان عندي المحل اولا غنجيب صوفيا وادم غنعيشهم مزيان بعدا يعيشوا ولادي. انا غدا بتغدى يديني الله انا تنبغي المستقبل لولادي. دابا انا ولادي ولاد كرشي ما عندهمش المحل انا شي نفكر ليا انا تنفكر لولادي تنفكر لولادي. انا دابا تنطلب بغيت محل وفي هاد الوقيته باش غتشري محل كلشي غلا واش انا ما عندي حتى ريال. تتبان لك الدار كاينه للبيع ها هي دار للبيع راه كاينه براكه للبيع كاينين جوج المليون ثلاثه المليون ولكن واحد ما عنده حتى ما ياكل باش غادي يشريها لولادي. انا عندي بزاف ديال الطموح باغي انا
تن بغيت انا نعيش معاه على بال الناس، انا مكرهش يبني لي كنت نتخشى في انا وليداتي وانا نمشي نخدم على وليداتي تنوت. اما الكرا راه تكري اليوم غدا يخرجوك، يضربوا بك شهر شهرين ثلاث شهور تلعب، واحد النهار عاوتاني غيخرجوك تسقي عاوتاني من الشر انت ولادك. راه هي هي ما عمرنا عمري انا بعدا تنهضر على راسي، والله ما عمري طفرت انايا، واخا كريتي خرجوني واخا نكري راه فين ما كريتي خرجوك، راه تضربي معاهم شهر حتى تيبغيو حاجتهم تياخذوا منك فلوسك، في الاخر تيقولوا تيديروا لك شي مشكل باش تخرجي بحالياتك، عاوتاني تجي الجامع تنعس فيه. هي هي الا ما عندكش المحارم ما عندك حتى حاجه في الدنيا. واخا متابعينا الكرام على واحد التعليق، السيده راه ما عندهاش الدار، السيده ما عندهاش الدار باش نقولوا واش كرات الدار ديالها الاخت الكريمه، السيده راه ما عندهاش الدار، لا السيده جمعت واحد القدر مالي كانوا كيتعاونوا مع المحسنين وما الى ذلك، جمعت واحد القدر مالي ديال 10000 درهم قلت لي هنايا كتشري فيها ديال المليون، كرات واحد الدار هذيك المليون كانت دايرها في المخده، ما عنديش لاكارت باش نحطها في البنك، ما عندهاش لاكارت كتعرفوا بحال الناس ما كيكونش عندهم كونت في البنكه وما الى ذلك، حطاتها في المخده، جا شي واحد داها ليها من المخده صافي ما بقاتش لقات باش تخلص الماء والضو والكرا خرجت للزنقه. اما ما عندهاش هي الدار، لو كان كانت عندها الدار كنظن ما غاديش تكريها غتمشي تسكني فيها. اييه عندي المحل بدا اصلا نمشي نجيب بناتي في الخيريه دالعين في الخيريه، غاديروا دابا الخيريه تيديروا 18 سنه تيخرجوا من الزنقه. انا عندي بنتي سميتها صوفيا وعندي فرح، وحده راه في الخيريه ديال مناني وحده في الحسيمه، انا عندي جوج دابا هما واخوهم ادم وما تيعرفوش، دابا ادم خوهم وما تيعرفوش ما تيعرفوش بعضياتهم، يعني دابا انا بنتي صوفيا وفرح بنتي ما تيعرفونيش، انا اصلا ما عمري تواصلت معاهم، انا دابا تنطلب من المحسنين كون كان عندي غير ودابا من الاساس هذا الشيء كامل هي المحل، كون كان عندي المحل غيكونوا معايا بنات، لو كان عندي المحل انا ما غنتشردش بحال هكا، لو كان عندي نقبر بالحياه كون راني بعدا اصلا ما غاديش يديو لي فلوس الا دبرت شي حاجه ولا خدمت غتلقاي فين تستريها، غتلقى فين تسترها ولقى فين تسترت انا وليداتي، ولكن الله غالب انا حياتي كلها تشرد وغنبقى واقيلا هكايا حتى غادي نحماق وولادي غيخرجوا غيلقاوني حمقى في الزنقه، وغادي نبقى هكا حمقى في الزنقه وصافي هادشي اللي كاين، انا غنبقى بحال هكا. فعلى كل حال متابعينا الكرام كيفما كتشوفوا هذا المنظر هذا المحزن او بالاحرى بين قوسين جد المحزن مع الاسف الشديد، فكيفما كتعرفوا الله سبحانه وتعالى كيقول ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، سواء بشر او حيوان او اي شخص او حيوان او اي مخلوق ضعيف، فلا رحمنا ربي غادي يرحمنا من طبيعه الحال. فعلى كل حال هاد السيده هذه غادي نخليو لكم الرقم ديالها، السيده اللي كتواجد في مدينه سلا وبالضبط في تابريكس في الروستال، راه كتنعس